ينضم معنا عبر الهاتف عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي. أستاذ عبد الرحيم أهلا بك، برأيك ما هي النقاط الأساسية الاقتصادية والتي تمكن مجلس التعاون من الوصول إلى أكبر سادس اقتصاد بالعالم؟ أسعد الله مساءكم مساء المشاهدين الكرام، شكرا على هذه الدعوة للمشاركة. بطبيعة الحال أنا أعتقد بأن الخطوة اللي اتخذها أو اللي اتخذها مجلس التعاون لدول الخليج العربي بتشكيل هذه الأية خطوة إيجابية، وهي تصب في مصلحة أن تكون هناك قوة اقتصادية لدول مجلس التعاون أو تكتل اقتصادي خليجي يقوم أساسا على التنسيق والتعاون ما بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث لا ننسى بأن دول مجلس التعاون الخليجي تتحكم في العديد من الأمور خاصة بالتعلق بالموارد المالية وأيضا القدرات من ناحية قوة الاقتصاد الخليجي وأيضا تصدير النفط والاستفادة أيضا من قوة المملكة العربية السعودية كعضو في الجي 20، وهذا يعطي قوة. بالتالي أنا أعتقد بأن القوة الاقتصادية في عملية التوحد الاقتصادي لدول مجلس التعاون ستكون خطوة في الاتجاه الصحيح، وأنا أعتقد بأن الهيئة التي تم تشكيلها تأتي في الوقت المناسب إذا ما سرعت في عملية خاصة ما يتعلق بالسوق الخليجية المشتركة، وهذا سيكون له انعكاس إيجابي وكبير على دول مجلس التعاون. أيضا في موضوع التبادل التجاري، الآن وصل يمكن حجم التبادل التجاري إلى أكثر من 145 مليار دولار، ولكن نحتاج إلى توسيع مثل هذا الرقم ومضاعفته وليشمل منتجات أكثر من المنتجات الصناعية. أيضا موضوع التوحد أو الاتحاد الخليجي إذا كان تمكن من موضوع التشكيل النظام الاقتصادي أو تكتل اقتصادي خليجي سيشكل قوة جيدة لتصب في مصلحة الوطن والمواطن بشكل أساسي، ترفع من مستوى المواطن الخليجي. فبالتالي أنا أعتقد بأن الهيئة هذه وما تضمه من أعضاء من كبار الشخصيات في دول مجلس التعاون أنا أعتقد كفيلة، وسنرى إن شاء الله النتائج إيجابية في المستوى القريب إن شاء الله. نعم أستاذ عبد الرحيم، التحديات التي برأيك ممكن أن تواجه هذا التكتل الاقتصادي الخليجي والذي من الممكن أن يكون قوة اقتصادية خليجية؟ هو أهم شيء شوف يعني التسريع بالإجراءات المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة والتسريع بالقوانين والقرارات الاقتصادية هي أكبر تحدي اليوم. أنا أعتقد بأن هناك تفاهم كبير ما بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال متعددة، ولكن إذا انطلقنا أساسا إلى مقومات أساسية في الشأن الاقتصادي خاصة في مواضيع الأساسية، موضوع الربط يعني الربط الكهربائي نجح بفعل أن في توجه خليجي أنشأ يسمى الربط الكهربائي، وهذا الآن معمول فيه وهو أصبح يعني بنش مارك نقدر نستخدمه كمثال. عندك موضوع الربط السكك الحديدية، هذه أهم شيء أن تكون هناك توضع الخطوات التنفيذية وبالتسريع بموضوع المشروع السكك الحديدية ما بين دول مجلس التعاون، وهذه ستشكل نقلة نوعية في عملية التنقل ما بين دول مجلس التعاون الخليجي. النقطة الثالثة هي أهمية الانطلاق الاتحاد الجمركي الخليجي، وأن نرى أن احنا نتحرك من جدة إلى الشرق والغرب والجنوب بكل حرية وسهولة. النقطة المهمة في الموضوع هو أن يكون هناك ربط إلكتروني متكامل ما بين دول مجلس التعاون، تستطيع دول مجلس التعاون أن تحمي مكتسباتها وإنجازاتها وأن تقاوم ما يسمى بالإرهاب بكل مختلف أشكاله. اليوم إلى اليوم ما عندنا ربط إلكتروني متطور بحيث أنه يكون يشكل. النقطة الخامسة هي موضوع أن تكون هناك تأشيرة سياحية موحدة لدول مجلس التعاون للقادم لدول مجلس التعاون. تعلمون والكل يعلم والمشاهد الكريم يعلم بأن عدد الزوار الذين يزورون دول مجلس التعاون بالعدد الكبير، وهذه لو استفدنا منها بكلنا كدول مجلس التعاون رح نخلق كثير من الأمور. النقطة المهمة هو كيف نفعل موضوع النفط والموارد الطبيعية بتنويع مصادر دخل دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا يؤكد على أهمية أن يكون هناك تكامل اقتصادي خليجي يقوم أساسا بالانتفاع أو بالاستفادة من القيمة المضافة لدى كل دولة من دول مجلس التعاون. ناهيك إذا وصلنا إلى موضوع تحديد السقف الزمني لموضوع العملة الموحدة، فكل هذه ملفات أنا أعتقد أصحاب السمو وقادة الدول. نعم أستاذ عبد الرحيم وضحت الفكرة، كان معنا الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون، شكرا جزيلا لك.